بدأ رئيس النيجيري جودلاك جوناثان حملته الانتخابية في مسقط رأسه بولاية بايلسا قبل أسبوع من انعقاد الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 14 من فبراير الحالي، حيث يكثف جهوده من أجل إعادة انتخابه. وذكر جوناثان الآلاف من أنصاره بالإنجازات التي حققها خلال فترة حكمه الحالية، ومنها إنشاء الجامعات وخصخصة قطاع الكهرباء. ويخوض جوناثان انتخابات صعبة وسط انتقادات موجهة له بالفشل في التعامل مع جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة أو مواجهة الفساد. ويواجه الرئيس الحالي منافسة قوية من محمد بوخاري مرشح المعارضة، والذي يدخل سباق الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة. وقال بوخاري إن هدفه الرئيسي هو تأمين البلاد، وإنه لن يتهاون مع التمرد وتخريب الاقتصاد من خلال تفجير المنشآت وسرقة النفط الخام وغيره، وأضاف أنه سيحاول إرساء نظام ديمقراطي تعددي. وانتقد بوخاري فشل بلاده في التصدي لحركة بوكو حرام المتشددة، بينما تمكن جيرانها مثل تشاد والنيجر والكاميرون من تحقيق نجاح أكبر منها في المعركة ضد المتشددين. واستولى متشددو الحركة على أراض في شمال شرق نيجيريا خلال حملة على مدى 5 سنوات، وقتل آلاف النيجيريين ونزح 1.5 مليون بسبب أعمال العنف التي يقوم بها المتشددون المعروف عنهم خطف وإعدام المدنيين. وأعرب بوخاري عن تفاؤله بتحقيق النصر في الانتخابات، متعهدا بأنها ستكون خالية من العنف. وقتل 800 شخص في أعمال عنف أعقبت الانتخابات الماضية التي جرت عام 2011 والتي فاز بها الرئيس الحالي جودلاك جوناثان. وفي نيجيريا يمثل المسيحيون 50% من السكان، بينما يمثل المسلمون 50% الأخرى. وبوخاري مسلم من الشمال، أما جوناثان فهو مسيحي من الجنوب. خالد حسين، رويترز.